أحبائي مشاهدي قناة ست البيت، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم وحش التوفيق. النهاردة هنعمل دنش بطريقة سريعة، بطريقة سهلة، من غير بقى ما نبنط أو نحط زبدة في العجين أو الكلام ده كله. مقاديرنا بسيطة وسهلة، عبارة عن 2 كوب ونص دقيق، كوب زبدة، عندي حليب دافي للعجن حسب كمية الدقيق اللي هنستعملها، 2 بيض، بشر ليمون، عندي نص كوب سكر، عندي زبيب سوداني، عندي كاكاو، عندي مربى للتلميع. هنستعمل الكاكاو حوالي معلقة من الكمية اللي موجودة، وعلى بركة الله نبدأ نشوف هنعمل ايه. اول حاجة نجيب دقيق، بسم الله، واحد، ادي معلقه كاكاو مليانه كده اهو الطريقه دي، وبقلبهم مع بعض. بنزل بذره ملح، بنزل بالسكر، كل المكونات مع بعض، البيض، وببدأ أجيب الحليب. وأقلب الطريقة دي كده، خلي كل المكونات تخش مع بعض قبل الزبدة كده. بعد كده ننزل بالزبدة الطريقة دي، كده يبقى احنا حطينا 2.5 كوباية دقيق معهم 2 كوباية زبدة، معلقة خميرة، معلقة كاكاو، الخميرة لسه ما حطيناهاش، كاكاو خام عشان اللون انا عايزه يبقى بني فاتح مش غامق، وحطيت ذرة الملح ونص كوب السكر من غير محسن ولا خميرة، لحد دلوقتي ما حطيناش خميرة. ناخد كل المكونات في بعض كده بالطريقة دي. تاخد حوالي معلقة خميرة كبيرة مليانة. بنلم كده. هنجيب الخميرة. وادي الخميرة بتاعتنا على قد معلقة كبيرة زي ما قلت لحضراتكم. نبدأ نقلب. اهو. طبعاً احنا متعودين نشتغل بايدينا، بس هي ايه عشان خاطر تبدأ تتعك شوية دقيقة تانين. عجينة طرية خالص زي ما حضراتكم شايفين عشان تطلع معايا سوفت او طرية جدا يعني. حاجة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي مشكلة، حتى اللون هيبقى جميل ومستحب. طبعا انا عندي هنا قرفة وسكر، لو عايز احط قرفة في العجينة احط، لو عايز اخليها للحشو براحتي يعني. برضو بوري حضراتكم انا ممكن
احط قرفه في العجين، وممكن اخلي القرفه مع الحشو. فانا اخلي القرفه مع الحشو احسن. عجينه سهله ما خدتش مننا حاجه، ما حطيتش الخميره في الاول عشان مش عايزها تتكتم مع الزبده والبيض، تبقى كده انشط واللبن دافي هيطلعها لي زي الفل. ادي كميه صغيره على قد طبق جميل. ادي شويه الدقيق بتوعنا الزراف كده طريقة دي كده، ما خدناش اي حاجه، نخلي دي كده ونبدا نحضر السجق بتاعتنا. ادي بردانه كده اهو، شايفين اهي قدامكم اهي، ما خدتش اي حاجه بالطريقه دي. بسم الله. تمام اهي قدامكم. طبعا الحاجه دي بتشوفوها في ست البيت، ممكن بعد كده تشوفوها في اي حته تانية، بس اهم حاجه هي بتبدا من عندنا، لان احنا اللي بنبتكرها واحنا اللي بنحطها، وان شاء الله تحوز الاجر. الطريقه دي كده عشان الاقي السمك كله زي بعض. سيبها تريح كده. تمام. بخرمها بالشوكه كده يا جماعه. مش احنا قلنا اي حد يمسك سكينه، مش اي حد يلعب بالعجينه كده، عشان المسام بتاعت اللقمه في التخمير تبقى اسرع، وفي نفس الوقت في التسويه تبقى زي الفل. مش هروح بقى اجيب خرمه غاليه عشان خاطر بعمل طبق دانش او حاجه، لا نفس القصه كده. وابدا بعد كده بالسكينه عادي خالص، مفيش اي حاجه كده بالطريقه دي كده اهو. خليها هنا كده، شايفين؟ عشان احاول اخلي المقاس زي بعض. بطريقة واشيلها على الصاج من غير زيت من غير اي حاجه يا جماعه بالطريقه دي كده. عايز اعمل كريم باستري ممكن، عايز اديله الحشوه اللي احنا هنعملها دلوقتي قدام حضراتكم برده مفيش اي مشكله. ادي كده اهو، حاجه بسيطه وسهله وفي نفس الوقت تبقى كويسه للاطفال، حتى لو حب يعني اي طفل مثلا رايح مدرسة او حاجة حابب ياخدها معايا ياكلها، هتبقى برضو جميلة. ناخد الدقيق الزيادة زي ما حضراتكم عارفين، ما نحبش نستعمل دقيق كتير اهو. ادي نفس القصة كده، بحيث ان يبقى نفس الشكل كده اهو. طبعا هخلي دي بقى هنا. جميل كده، بسيبها تخمر. هعمل حاجه بسيطه قوي، انا عندي زبيب، هاخد شويه الزبيب دول مثلا مع شويه السوداني كده اهو بالطريقه دي، مع القرفه مع السكر دول مع بعض. أقلبهم نفس الطريقة دي كده.
مع بعض. بعمل حاجه جميله قوي يا جماعه، بجيب دي كده. لو انا عايز اخلي ده طري واحط عليه عندي شربات قديم مثلا او ميه مفيش مشكله، يعني مثلا لو انا عندي شويه ميه زي دول كده ممكن بدل الحشوه دي كده ميه. شايفين قدام حضراتكم مع السكر هتبقى زي الفل. جميل. برضه عشان الزبيب ما ياخدش لون في النار بسرعه، هو كده لما يتساب هيبقى زي الفل. بجيب دي كده بعد ما بتخمر وبنزل بالحشو في النص بايديا الاثنين كده. شايفين دي؟ باخد الحشو ده كده واروح نازل في الحته دي كده. لما تيجي تخمر هتقلى العجينه والحشو هيبقى في النص، بعد ما تطلع المحها بالمربى. برضه نفس القصه في كل الشكل ده، لما هيخمر هيبقى جميل. كده عملنا الجزء الاولاني، نطلع فاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه الجزء الثاني.